السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة باور تو ذا بيبل أو محاكي شركة الكهرباء. شكرا لدعمكم على المقطع اللي فات للعبة هذه، وأتمنى كمان تساعدوني يا شباب في الدعم بالنشر في كل مكان، أي جروب عندك انشر فيه، لأن بسبب البثوث زي ما انتم شايفين مستوى القناة تدنى للأسف. فبإذن الله أنتوا كفو قدها ترجعوها زي أول وأحسن. فقبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي، وتضيفني على السناب هنا لايكك يا وحش، واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. طبعا نقول بسم الله يا شباب وندخل في الجيم على طول. طبعا أنا مسوي بوز موقف السالفة كاملة، ف لما نضغط لا نبي الامدادات، هذه هي. طبعا هذه اخر مرحله وصلنا لها في الحلقه اللي فاتت. هذا ليش زعلان؟ هذا ما ادري ليش زعلان، ولكن شغلنا كان جدا ممتاز. حرفيا قاعدين نشتغل بشكل كويس. كل مدينه لها جنريترها الخاص، ما عدا المدينه هذه حط لهم اله كهرباء واحده مع اللي هو شو اسمه ذي، والله نسيتها شو اسمها، هي سب ستيشن واحده. فباذن الله اليوم بنتوسع بشكل اكبر واكبر، وباذن الله نوصل مراحل كويسه. فعطني حرف الان وعطني تسريع، خلينا نشوف وين المشاكل. وقف لي الان. طبعا عندنا في هنا مشكله في الخط هذا، في عندنا ضغط عالي جدا، نقدر نوصل بالشكل هذا الى هذا المكان. طبعا مستر عابد شوفوا خف الضغط. عندنا هنا في كمان ضغط على المنطقة هذه، فودي اجيب خط بالشكل هذا ونوصل لين هنا ونجيب لين هنا بالشكل هذا على اساس تتوزع الاحمال. شوفوا يا شباب تغير اللون، ممكن يرجع ونرجع نحاول نسوي بعض التعديلات. اوكي في عندنا مبنى هنا، خلينا نمدله بالشكل هذا. هل المفروض اني ما اشبكهم مع بعض؟ ما ادري. صار جانا 69000 صار معنا 250000. انا حطيت 2 سب ستيشن، ف المفروض ان هذول ما ينوصلوا مع بعض المفروض، فشكلي بحاول افصلهم يا شباب. بأفصل المنطقة هذه اللي هنا والمنطقة هذه، فعطني بي أشيل هذا وهذا وهذا كذا. أتوقع وضعنا جدا ممتاز. هذولا يقولون ما عندنا كهرب، ما عليكم منهم، بنوصل لهم الآن. عطني من هنا وصل لي بهذا مع هذا. أوكي صار أحمر لكن ما في مشكلة، وصل لي هذا مع هذا وهذا مع هذا. هنا الضغط الكامل بالكامل. فشكلي يا شباب ما ادري ايش اسوي صراحة، ولكن خلينا نضغط ان ونشوف ايش اللي قاعد يصير. اوكي لو ضاع. اوكي هنا في عندنا اضغط ان هنا. اوه في شيء انفجر، في شيء قال لي مستر عابد ايش اللي صار، وين؟ طيب وين؟ علموني. اوكي هنا ايش اللي صار؟ ما ادري صراحة ايش اللي صار، ولكن انفجر عندنا المحولات هذه. نسوي لها ابجريد، الوقت قاعد يمشي. اوكي هذا الخط مشعلل يا ساتر. طيب دقيقة خلينا نوصل بس للمدينة هذه بالشكل هذا. عطني من المنطقة هذه للمنطقة هذه بالشكل هذا. طيب هنا في ناس بدون كهرب، نوصل لهم كهرب ليش لا بالشكل هذا، ونحاول انه يكون الوضع شوي مشبوك اكثر. طيب هل في احد ثاني ما عنده كهرب؟ هل هنا الامور تمام؟ الكهرب واصله، هنا الكهرب واصله والامور تمام. طيب 71000 ليتس جو يا عيال. طبعا مستر عابد قال لي دفور ترى انت في عندك بعض الاغلاط لما سويت المدينه هذه، المفروض تقلل من الكوارث، حطها لو، لكني انا ما ادري ايش سويت وجبت العيد وصراحة ما حطيتها لو، وقاعدين نلعب مع زي ما تقول فل كوارث، كل شيء مسموح، فالله يستر. ودي صراحة بما انه انا دقيقة خلينا من هذه. ودي صراحة بما انه معايا فلوس، ودي احط سب ستيشن في المنطقة هذه مع جنريتر ونوصلهم من المنطقة الخلفية.
أساس بس يخف الضغط على الخط هذا، أنا في ضغط مرة عالي فما أدري صراحة إيش أسوي فيه. ممكن نشوف النقاط طبعا، بحاول هذه الستورج لا ما أحتاجها، فودي لارج ستورج لا والله تقريبا فتحنا أغلب الأشياء يا شباب، تقريبا فتحنا أغلب الأشياء، معنا 13 بوينت. ما ودي صراحة أخسر نقاط، لكن أبى أطور بشكل كذا يعني زي ما تقول عشوائي شوي، نخلص النقاط. طيب إيش أسوي؟ خلينا نضغط إن ونشوف إذا في حمل. أوكي في مدينة جديدة، وقف عطني إم، في مدينة رسمنت عندنا جديدة. لا ما في مدينة جديدة، هذه ليش ما يوصل لها كهرب؟ شيء غريب، هذه ليش مو واصل لها كهرب؟ جنريتر شغال، وات ايش فيه؟ خلينا نسرع ونشوف ايش المشكلة اللي صايرة هنا. ما في مشكلة بس ما ادري ليش. اوكي في شيء عندنا انفجر، نفس المكان صلح، نفس المكان انفجر. اوكي اجل ضروري جدا نسوي سب ستيشن ثانية، ضروري جدا، فعطني بوز ووقف لي الوقت تمام، وعطني وين الجنريتر. اوكي هذا هو ابو 60,000 نقدر نحطه في المنطقة هذه، لكن تكلفته عالية، ودي اشوف اقل تكلفة وين. ممكن اقل تكلفة تكون في المنطقة هذه، بس وين راح تكون السب ستيشن هنا السؤال. هنا ب 92 هنا ب 60، اوكي تكفى بمكان كويس يعني، هذا ممكن اقرب شيء ب 68. معايا فلوس انا، ماني خايف من سالفة الفلوس، الفلوس موجودة. طيب هي هذه بكم اصلا؟ 15,000. ليش هنا قاعدة تكلف عالي كذا؟ اوكي هنا يمدينا نوصلها ب 15,000. طيب ما في مشكلة، خلينا الان نجيب شو اسمه امدادات بالشكل هذا، ونجيب بالشكل هذا، ونجيب بالشكل هذا. ثلاث امدادات انا اشوفها ممتازة، او خليها اربعة ما في مشكلة. الان نبدأ نوصلهم، واحد من هنا واحد من هنا، هل حيجي تمام؟ اوكي ليش صار احمر فجأة كذا؟ شيء غريب والله، ما ادري هل حيقبل يدخل لي جنريتر. اوه توي اتذكر هو ما راح يقبل يدخل لي جنريترين مع بعض. طيب ما في مشكلة، افصل لي هذا، دقيقة عطني حرف البي، افصل لي هذا تمام، وافصل لي هذا، لا من هنا ممكن يكون من نص المدينة بالشكل هذا، بالشكل هذا. اوكي اتوقع الان ممكن يكون الوضع احسن شوي، مع ان الجنريتر هذا بيكون مريح على الاخر. خلينا نمشي ونشوف. اوكي مع انه ترى استهلاكنا ما هو مرة عالي، تصدقون استهلاكنا مو مرة عالي، لكن ايش نسوي؟ وصل لي هذا مع هذا، اعطني ان، خلينا نشوف ايش اللي يصير. اوكي هنا في بيت بدون كهرب ليه؟ طيب ما في مشكلة. في بيوت قاعدة تتطور، 79,000. اتوقع في مدينة جديدة جت، سوين ما ادري، او في بيوت ممكن جديدة وصلت. ما في مشكلة، المدن لحد الآن ما أشوف أي مدينة، خمس مدن واصلين لها. عندنا هنا بيت بدون كهرباء، عطني بي، شيل لي هذا، عطني أوكي بالشكل هذا، هل وصل له الآن؟ طيب بي وشيل لي هذا، وعطني هذا ووصل لي هنا، أوكي أتوقع كذا وصل له الآن. طيب اوكي خلينا الان نشوف هنا ايش السالفة، في بيوت جديدة جت فنقدر نوصلها بالشكل هذا بالشكل هذا، ابغى اخطط المدينة انا، خليني اسوي بالشكل هذا بالشكل هذا، اوكي بالشكل هذا كمان، ونوصلها هنا تمام. في هنا خط ما ابي افرط فيه بالشكل هذا، اوكي ممتاز، وصلنا بالخط على اساس ما حد يبني على الزاوية، عطني كمان على الخط هذا، اوكي تمام. مين باقي ما عنده كهرب؟ هذولا ما عندهم كهرب، فنقدر نوصل له بالشكل هذا، ونقدر نشيل الخط هذا كامل للاخير بالشكل هذا، ممتاز جدا، ونجيبه كمان مع هذا، شوي نحاول نقسم الحمل.
عطني من هنا اكس بالشكل هذا. طيب الان سرع، ولا باقي في احد؟ هل باقي في احد؟ هذه كلها ما فيها كهرب، ليه؟ ليه؟ ليش هذه ما فيها كهرب؟ شيء غريب والله. اوكي هذا بس مو موصول له. اوكي هل ما هم قادرين السب ستيشنات ما قادره تغذي؟ الا قادره، ايش المشكله؟ ماني عارف. نعطينا خط بالشكل هذا ونوصل من هنا لهنا بالشكل هذا. اوكي تمام تمام. معنا 347 الف. ايوم يا ساتر، والله مبلغ مره كويس. هذا ليش زعلان؟ المفروض انه يرضى بعد شوي، لان حرفيا وصلنا له كهرب. هذا كمان هنا في ناس يقولوا لي ما عندهم كهرب. اوكي وين ما اللي ما عنده كهرب؟ هذا تمام ابشر، لا نمدلك الكهرب. هات هات. اوكي مدينا له كهرب، هات مدينا لهم كهرب في فوق. اوكي جاتنا مدينه جديده. طبعا سالفه انه احنا نرجع زي اول وكذا ونهدي الليله لا يا حبيبي، على طول جيب لهم سب ستيشن لحالهم خاص، او جنريتر لحالهم خاص في المدينه. اوكي هذه المدينه مره بعيده، اقرب سب اوه هنا مشكله كذا. تصدقون والله هذه مره بعيده. هذه شوف المدينه هذه بتكلفنا مره كثير، بس اقدر احل الموضوع انه نوصل المدينه هذه مع هذه، ولو زاد الحمل نحط جنريترين. فا اوكي ما في مشكله، خلينا نوصل لهم. فعطني ابي خط ما عليه ضغط عالي. اوكي هذا الخط اللي ما عليه ضغط عالي جيبه لي بالشكل هذا. اوكي نقدر نجيبه من هنا، ممتاز نقدر، ممتاز جدا. بيكلفنا مبلغ كبير جدا، لكن هدفي انه انا احاول. دقيقة، انا سالفة الاكس هذه ما حبيتها، دايما تسبب لي مشاكل. خلينا نشيل الاكس اللي هنا، وعطني الخط هذا، عطني يا وين هذا. اوكي وصل لي بالشكل هذا تمام، وطلع لي خط من هنا. اوكي بالشكل هذا ممتاز جدا. اوكي الان اتوقع ممكن يكون افضل، سرع للوقت. خلينا نشوف ايش الاوضاع، كيف الدنيا صايرة. 90 الف يا عيال، صار معنا 400 الف يا عيال، صار معنا 400 الف، انتم مستوعبين؟ سرع يا حبيبي، سرع سرع، الامور طيبة اوي. سرع يا حبيبي، والله الوضع مرة ممتاز. اوكي في عندنا هنا ارض ما فيها ما فيها كهرباء، فابي اجيب لها. دقيقة هذا الجنريتر كيف وضعه؟ والله مريح، لا والله في ضغط صدقون. فشكلي حاسوي الحركة، لا لا وين وين ضيعت، يسوي الحركة هذه، نجيب بالشكل هذا. اوكي تمام، اوكي ممتاز جدا، على اساس بس يخف الضغط على الكابلات اللي هنا. ودي اسوي كذا الى هنا وجيبهم لي. اوكي بالشكل هذا ممتاز، دخلها لي من هنا، وصل لي للشارع هذا بالشكل هذا، بس ما ابيهم ينوصلوا مع بعض. اوكي بالشكل هذا، قاعد ادفع ترى تكاليف كثيره ولكن صدقوني كلها في محلها. اوكي بالشكل هذا ممتاز جدا، سرع للوقت الان. خلينا نشوف كيف الاوضاع، الاوضاع جدا، مع انه في ضغط هنا جدا عالي. اللي وصل الضغط هنا 40، وصل الضغط هنا 40. دقيقة 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 يا حبيبي، جيب لي خط من هنا، خط من هنا بالشكل هذا. اوكي وصل لي لين هنا. اوكي وخط من هنا، وصل لي الى هنا، ممتاز جدا. الان سرع، خلينا نشوف كيف الضغط. اوكي صار في ضغط هنا، ليه؟ ليش هنا صار في ضغط؟ شيء غريب والله، هل في كارثة صارت؟ اوكي اتوقع ان في شيء انحرق. اوكي هذا خرب، ما في مشكلة نصلحه على السريع. الامور طيبة يا شباب، الامور طيبة. هدوا 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 يا شباب، هدوا يا شباب، بس صدقوني شغلنا جدا ممتاز. اعطني تسريع. اوكي هذا انحرق مرة ثانية، بس دقيقة اعطني ام، اقدر اسوي حركة، لا لا اقدر اسوي حركة ثانية من هنا بالشكل هذا.
اوكي الى دقيقه الى هنا بالشكل هذا ونوصله هنا. اوكي الان ممكن الحمل يصير اخف شوي فعطني تسريع. لا لا ممتاز وضعنا مع انه لا زال هنا في حمل جدا عالي. خلينا نشوف الريسيرش بوينت هيوج برفورم. اوكي هذا اتوقع اي شيء فيه هيوج برفورمانس احتاجه. اي شيء فيه هيوج برفورمانس احتاجه. اوكي خلينا نشتري هذا مع انه اتوقع انه ما له صلاح بس خلينا نشتريه. 100,000 عيال جبنا 100,000 يا ساتر يا ساتر. طيب المدينة هذه ممكن يحتاج لها جنريتر زيادة تمام. فاللي بأسويه يا شباب أبي أجيب عطني عشان نلحق الكارثة قبل لا تصير. فعطني جنريتر في المنطقة هذه بما أنه رخيص التكلفة ما في أي مشاكل. أقدر أحطه وين هنا؟ كيف التكلفة هنا؟ التكلفة ممتازة. عطني سب ستيشن وينها؟ سب ستيشن لارج في المنطقة هذه. اوكي ممتاز جدا. عطني كابلات عالية بالشكل هذا ممتاز. عطني الان اول كيبل ابي اجيبه مع انه ترى قاعد يكلفني قاعد يكلفني بس ما عليه يستاهلون. وصل لي الى هنا. عطني الكيبل الثاني الى دقيقة الى هنا ممكن. لا لا سويت انا جبت العيد. عطني اياه يا حبيبي. اوكي الى المنطقة هذه الى المنطقة هذه ممتاز جدا. وعطني كبل زيادة من هنا. انا قاعد اكثر كبلات على اساس الضغط ما يزيد علينا لاني بعد شوي حافصلهم عن بعض المدينتين. فنقول بسم الله نتوكل على الله. عطني حرف البي افصل لي من المنطقة هذه والمنطقة هذه والمنطقة هذه. اوكي واوصل لي المنطقة هذه مع هذه شكل هذا. اوكي ممتاز جدا. عطني كيبل دقيقة هل يمدينا نجي من هنا ولا لا؟ ما ادري صراحة بس بحاول انه انا اجي من المنطقة هذه بالشكل هذا. اوكي عساس بس نخفف الحمل. يا عيال صار معنا قريب 600 ما شاء الله. وفي ناس جدد جو يا شباب. اوكي تمام ممتاز. 100 وتقريبا 100 وكم 110 الاف جتنا يا شباب. والله مبالغ مره كويسه مبالغ جدا طيبه. اوكي ممتاز جدا. وصل لي كمان هذا مع هذا. هذا الخط الرئيسي لا زال مفصول. نقدر نجيبهم من هنا بالشكل هذا. عطني اياه من هنا بالشكل دقيقه شكل هذا ممتاز. عطني من هنا الى هنا ممتاز جدا. سرع لي الوقت توقع. اوكي هنا كمان ما عندهم كهرب. طيب ما في مشكله نوصل لكم كهرب ليش لا. عطني اياه الكهرب. اوكي هنا كيف الوضع؟ الوضع هنا بدا يخوفني كثير. فاللي بسويه عطني عطني كابلات زيادة بالشكل هذا إلى وين؟ إلى هنا ومن هنا إلى هنا ممتاز جدا. كذا خف الحمل شوي. الآن كيف الأوضاع يا شباب؟ أوه هنا ضغط عالي يا شباب. والله يا عيال مقربين. شوف على كم مقربين على 42. الحمل على الكيبل هذا جدا عالي صدقون. ودي اسوي حركة شوي. دقيقة دقيقة عطني ام. ودي اسوي حركة ثواني بس. عطني كيبل اوصل لي هذا مع هذا وافصل لي وين حرف البي. افصل لي من هنا وافصل لي من هنا تمام. هذا زيد افصل بالشكل هذا. اوكي عطني وين هو هذا الكيبل؟ لا بالشكل هذا ممتاز جدا. اتوقع ان الان خففنا الحمل بس عندنا مشكله زاد في النقطه هذه. ما اقدر اوصل من هنا. ما اقدر اوصل من هذه وهذه. هذه هي المشكله اللي ممكن تواجهنا الان. لكن نقدر نجيب كابل زياده
ما اقدر. اوكي اقدر اجيبها بالشكل هذا، بعدين نجيبها بالشكل هذا. انا ما ابيهم يكونوا موصولين مع بعض بالشكل هذا، ممكن شوي يخف الحمل. اوكي الشكل هذا ممتاز جدا. طيب كيف الاوضاع الان يا شباب؟ كيف الاوضاع؟ اوكي المدينه هذه عندي مشكله في استهلاك جدا عالي، ممكن نحتاج كيابل زياده بالشكل هذا. ابي احطه هنا. اوكي بالشكل هذا، ما بيوصله مع الشارع بالشكل هذا. اوكي الان توزع الحمل شوي، ولكن لا زال يحتاج زياده، لا زال. فخلينا نسوي بالشكل هذا يا شباب، الى هنا ونجيب هنا. والله يا شباب اكتشفت اني مهندس ناجح. اكتشفت اني مهندس ناجح يا شباب. طيب الان في ناس ما عندهم كهرب، هذا الان بتجيك الكهرب يا حبيبي. اوكي والبيت هذا كمان، البيت هذا نقدر نجيب بالشكل هذا الى هنا. ممتاز، عطني تسريع تسريع يا مدير. اوكي الان وضع مدينة جدا ممتاز، 116,000 نايس، صار معنا 780,000 يا عيال. يا ساتر يا ساتر يا عيال، ممكن نجيب المليون؟ تتوقعون نجيب المليون في الحلقة هذه؟ انا لو اجيب المليون يعتبر انجاز، انجاز غير مسبوق لي. 900,000، ما بقى لنا شيء على المليون يا شباب، ما بقى لنا شيء على المليون. ليتس جو يا شباب، ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يلا 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 وصل لي بس هذولا. اوكي بالشكل هذا ممتاز. عطني، هل في احد ما عنده كهرب؟ هنا طالع لي ان في واحد ما عنده كهرب، مين؟ اوكي هذا كيف؟ اوكي هذا ما عنده كهرب، تمام هذا كهرباء. مين كمان ما عنده كهرب؟ هنا هذولا ما عندهم كهرب، نوصل لهم من هنا بالشكل هذا. اوكي تمام ممتاز. مين كمان ما عنده كهرب؟ يلا تكلموا سريع، لان لو امشي ما حرجع. لو امشي ما حرجع. اوكي هذول ليش زعلانين؟ ايش فيه؟ ليش هذا زعلان؟ ما ادري والله ليش زعلان، ولكن والله مشكلته والله. طالما انه انا ناجح مأدي شغلي على اكمل وجه. اوكي الضغط يا عيال عندي جدا ممتاز الان. 104 مليون يا شباب، مليون، جبنا مليون، جبنا مليون مليون مليون. انا ما اتوقع ان في احد جاب مليون يا شباب، فاتوقع اني سويت شيء انجاز عظيم. انا صراحة ما تابعت حلقة مستر عابد، ما ادري اذا هو وصل للمرحلة اللي انا وصلتها ولا لا، لكن اتمنى انه انا سبقته. شوف يا مستر عابد اتعلم، شوف شوف التكتكة، شوف المخ هنا اشتغل، اذا اشتغل ايش يسوي. سرع لي سرع لي يا مدير، سرع سرع. اوكي ما ادري ليش فجأة كذا انقطعت الكهرباء هنا ورجعت. اوكي اتوقع انه الان نحتاج سب ستيشن ثانيه. 128,000 صار يجينا يا شباب، 128,000 يا ساتر، والله مبلغ مره محترم. في مدن اتوقع اني انا احتاج اضيف لها سب ستيشن ثانيه، اتوقع بعض المدن يحتاج لها ابجريد ونضيف لها سب ستيشن ثانيه. هذه سوينا لها ابجريد، هذه الان كبيره اللي هو لسان او حاجه زي كذا. هذه اوكي مدينتين على جنريتر واحد اشوفه غلط جدا غلط. فاللي بيصير اعطني حرف البي وشيل لي الخط هذا بالكامل الى هنا، شيل لي الخط هذا بالكامل الى هنا. عطني جنريتر، وين هذا؟ هو نقدر نحطه في المنطقة هذه بأريحية تامة، ونقدر كمان نحطه ورا المدينة. ترى اتوقع ان ورا المدينة فكرة ما هي اوه كمان اقدر احطه هنا. والله يا شباب المنطقة هذه الأراضي اللي جنبها جدا ممتازة. عطني سب ستيشن 15,200 ما عندي مشكلة فيها، ما أقدر أحطها تحت. أوكي 15,400 كمان ما عندي مشكلة فيها. عندك عطني كيابل عالية، خلينا نوصل بالشكل هذا. دقيقة أوكي بالشكل هذا، بالشكل هذا ممتاز جدا. عطني كيابل الآن، خلينا نمد للمدينة هذه. عطني كيبل إلى آخر المدينة بالشكل هذا. أوكي على أساس نضمن إنه إحنا نوزع الأحمال بشكل ممتاز. عطني خط إلى
منتصف المدينة وعطني خط من هنا أوكي إلى الخط هذا. أوكي ممتاز جدا. نحتاج نطلع خط زيادة. لا بجيبه من هنا بالشكل هذا. أوكي أتوقع أن الآن الوضع جدا ممتاز. نقدر نحمل الخط هذا على هذا ونقدر نسرع. بس في عندنا هنا بيوت ما عندها كهرباء. طيب الآن المدينة هذه تقريبا خلصنا منها. نبغى نشوف إيش في عندنا من مدن ثانية تحتاج إلى الكهرباء. طيب هذه أقدر أسوي لها طريقة. عطني حرف البي. شيل لي لا 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 شيل لي من هنا. فين حرف البي؟ شيل لي من هنا بالشكل هذا. عطني الآن رقم 2 بالشكل هذا. ممتاز جدا وصلنا لها كهرب. وصل لي الخط هذا ليش لا. طيب ايش باقي كمان ما عندهم؟ مين ما عنده كهرب؟ اكبر مدينة. اوكي اكبر مدينتين عندنا كلها الحمد لله على اكمل وجه. عندهم سب ستيشنين والوضع جدا ممتاز. المدينة هذه مخوفتني شوية. الاستهلاك قاعد يرتفع بشكل كبير. 128,000 في عندي. شجرة طاحت هنا ما في مشكلة. نصلحها الآن. عطني إن كيف أصلحها. طيب كيف نصلحها يا شباب؟ أتوقع أنه دقيقة دقيقة دقيقة. عطني إم. أتوقع أنه لازم أشيل الموضوع هذا بالكامل. ليش ما أقدر أشيله يا عيال؟ كيف نصلح الشجرة؟ أوه لازم أشيلها بالشكل هذا. تمام تمام ما في مشكلة. أول مرة تواجهني يا عيال كارثة زي كذا. أول مرة تواجهني كارثة زي كذا. هنا في ناس ما عندهم كهرب. طيب هذول لهم سب ستيشن واحدة. الأمور جدا طيبة. نقدر نجيب بالشكل هذا من المنطقة هذه بالشكل هذا. أوكي ممتاز جدا. عطني تسريع. وينه؟ 135,000 يا شباب صار يجينا. الريسيرش بوينت يا شباب عندنا كم؟ عندنا نقطة. عندنا 15 نقطة يا شباب. باور سيفينج لايت هذا شوفه انه ممتاز. احتاج الباور سيفينج صراحة. طيب وان سيت ستورج. الاستورجات يا اخي ما احتاج. انا ما عندي طاقة نظيفة. هذا وشو هذا؟ هذا جيت اكسترا وان بار مدري ايش. يلا ما في مشكلة اكسترا. ناخذ اكسترا ليش لا. اوكي اتوقع اني حامشي مع الخطوط اللي تحت. اتوقع انها حتكون ممتازة. طيب الان يا شباب زي ما انتم شايفين وصلنا الى نهاية حلقتنا. جبنا مبلغ جدا اسطوري يا شباب. جبنا مليون. مليون يا شباب. وشايفين ما اقدر اطلع اكثر من كذا. فالمدينة حقتنا صايرة كبيرة بشكل خرافي يا عيال. فانا اشوف انه هذا انجاز حققته. ممكن الانجاز القادم ممكن يكون مليونين، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون خمسة، ممكن ما ادري صراحة. لكن اكتبوا لي في التعليقات ارائكم وتعليقاتكم. ايش رايكم في الحلقة هذه؟ وايش رايكم في الانجاز اللي سويناه مع بعض؟ جبنا مليون. فهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى انها نالت اعجابكم. نشوفكم على خير. في امان الله.